السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب محمد فوزي فطاني، طالب في كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز. أدرس مادة الجبر الخطي ماث 241 عند الدكتور ماجد، شعبة SE. كثير من الناس الذين يدرسون مادة الجبر الخطي، ولكن ليس كلهم يدركون الأهمية الكبيرة للجبر الخطي وكيف يتم استخدام الجبر الخطي في المجالات المتنوعة والمختلفة والمهمة. سوف أتكلم عن إحدى استخدامات الجبر الخطي، وهو استخدام الذكاء الصناعي للجبر الخطي في تحليل الصور. الذكاء الاصطناعي هو نظام حاسوبي يقوم بالعديد من المهام بطريقة مقاربة للتفكير وذكاء العقل البشري. وفي العصر الحالي لقد انتشر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وأنشأ ثورة علمية في مختلف المجالات، مثل المجال الصحي، وكذلك أيضا في تنبؤات الأسهم والسوق المالي، وأيضا في السيارات مثل تقنية القيادة الذاتية، وكذلك ألعاب الفيديو والروبوتات، حيث أصبحت الروبوتات تتصرف بشكل مقارب للتصرف البشري ويمكنك أن تتكلم معها. كل هذه المجالات يقوم الذكاء الاصطناعي بفهمها وتسهيلها ولعب دور مهم فيها. سوف يتمحور الموضوع بشكل أساسي عن كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور، مثل فهمها والتعديل عليها ومطابقتها. أولا، يتمحور الجبر الخطي حول البيانات وخصائصها، ويوفر أنواع العمليات والنظريات التي يمكن استخدامها على أنواع بيانات مختلفة، منها مجموعات البيانات التي تحتوي على متغيرات متعددة. أنواع البيانات تم تسميتهم على حسب مقدرتهم في احتواء البيانات. السكالر يستطيع أن يحتوي قيمة فردية وتمثل النقطة في الفراغ، ولذلك يعتبر من البعد الصفري. الفيكتور أو المتجه هي قائمة مرتبة من السكالرز وتمثل نقاط عديدة مرتبة في الفراغ وتكون اتجاه واحد، ولذلك يعتبر من البعد الأول. الماتريكس أو المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من الفيكتورز أو المتجهات وتمثل مجموعة من النقاط في الفراغ وتكون اتجاهين، ولذلك تعتبر من البعد الثاني. يمكننا أن نقول أن البيانات في الماتريكس أو المصفوفة يمكن كتابتها أو يتم كتابتها في خانات، حيث كل خانة يحتوي على عنصر، ويمكننا أن نرمز للمصفوفات بحروف أو رموز مختلفة، حيث يساوي هذا الرمز A هذه العبارة A I J N cross N، حيث يمكن تحديد العناصر في المصفوفة باستخدام AIJ، حيث I يمثل الصف الذي يحتوي عليه العنصر A، والJ يمثل العمود الذي يحتوي عليه العنصر A، والM cross N يتم باستخدامه تحديد حجم المصفوفة، حيث إذا كان المصفوفة يحتوي على 5 صفوف سوف يكون مكان حرف الM 5، وإذا كانت المصفوفة تحتوي على 6 أعمدة سوف يكون مكان حرف الـ N 6. تتكون الصور في الحاسب والأنظمة من العديد من الخانات، وكل لون يمثل عدد. ويمكننا أن نرى في هذه الصورة التي تمثل أرنب نوعا ما أنها تحتوي على العديد من الخانات، حيث يمثل الخانة التي تحتوي على اللون الأسود برقم 0، والخانة التي تحتوي على اللون الأبيض برقم 1. ولهذا السبب يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل الصور إلى مصفوفات لتصبح بهذا الشكل. مثال آخر، لدينا صورة القلب هذه، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى مصفوفة بهذا الشكل. عندما يحول الذكاء الاصطناعي الصور للمصفوفات،
يمكنه أن يقوم بالعمليات التي توفرها الجبر الخطي ويفهمها من خلاله، حيث إذا أراد أن يطابق بين الصور يساوي المصفوفات، وعندما تكون العناصر في المصفوفات الخاصة بالصور مختلفة يفهم أن الصورتين مختلفتين وغير متطابقتين. وعندما تكون عناصر المصفوفات متطابقة يعلم أن الصورتين متطابقتين. ومن العمليات في الجبر الخطي الترانسبوس أو المحول، حيث تقوم هذه العملية بجعل الصفوف أعمدة، ومنها تصبح أيضا الأعمدة صفوف. وعند تطبيقها على مصفوفات الصور يستطيع الذكاء الاصطناعي بتدوير الصورة. وأيضا لدينا عملية الجمع والطرح، فعندما نجمع مصفوفتين عناصرهما مختلفة تتكون لنا مصفوفة جديدة بعناصر مختلفة، وكذلك أيضا بالنسبة للطرح. وعندما يقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيق هذه العمليات على مصفوفات الصور يستطيع أن يدمج بين صورتين باستخدام عملية الجمع وتكوين صورة جديدة، أو أن يحذف جزء من صورة وتكوين صورة جديدة باستخدام عملية الطرح. كما علمنا مسبقا أن الصور تحتوي على العديد من الخانات، والخانة التي لونها أسود تمثل الرقم 1، والخانة التي لونها أبيض تمثل الرقم 0. هنالك العديد من الألوان في الحاسوب التي تمثل أرقام، منها اللون الأزرق ويمثل الرقم 11، واللون الأصفر يمثل الرقم 10، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يلون هذه الصورة التي تحتوي على اللون الأبيض والأسود بتغيير الأرقام التي في الخانات. وهكذا فعلها الذكاء الاصطناعي بتلوين هذه الصورة بتحويل الأرقام، حيث أصبحت تحتوي على اللون الأصفر والأزرق والأبيض. وهكذا يتعامل الذكاء الاصطناعي مع تحليل الصور باستخدام العمليات التي توفرها الجبر الخطي على المصفوفات المتنوعة. وبالطبع هنالك بحر من عمليات الأكثر تقدم وتعقيدا في الجبر الخطي التي يستطيع أن يقوم الذكاء الاصطناعي في استخدامها لتحليل الصور، وكذلك في مختلف المجالات. في الختام أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويبارك لنا فيه ويزيدنا علما، وشكرا لحسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.